السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنشوف أفضل Common Data Environment تقدر تشتغل عليها في مجال البيم. طبعا أنت ممكن تشتغل على السيرفر عادي، أو ممكن لو أنت شغالين في أكتر من مكان ممكن تستخدم جوجل درايف، ممكن تستخدم أي برنامج من برامج المشاركة، دروب بوكس والحاجات ديت. لكن لو أنت استخدمت أحد الأدوات اللي احنا هنقول عليها دلوقتي هتلاقي الموضوع أسهل بكتير، وهتلاقي إن هو معمول مخصوص لكده، فبيكون الشغل أسهل. طيب عندنا أول حاجة بيم 360، وده طبعا بالذات لو أنت شغال في الريفت. المفروض كل الحاجات اللي احنا بنقولها دي بتستخدم كلها أيا كان السوفت وير اللي أنت بتستخدمه، بس هنا بيكون أقوى في الريفت. وهتلاقي شرح بالتفصيل أغلب البرامج دي على بيم أريبيا. بعد كده نروح على الفيو بوينت، وده برضو تقدر تعتبره كوماند داتا انفايرمنت، بيرتب الملفات بتاعتك. حسب الكود البريطاني، وبتقدر تعمل قواعد معينه كدوكيمنت مانجمنت، ان مثلا لو المدير وافق على الحاجه دي فتتنقل تلقائي من الفولدر دوت للفولدر دوت. عندنا برضو اسايد دوت اهو، برضو لإدارة الملفات. تريمبل كونكت ده من شركة تريمبل، وتقدر تستعمله كنسخة تجريبية. وهنا برضو عندي البنتلي عاملة برضو البروجكت وايز، وفي نسخة برضو أونلاين، وفي نسخة على الجهاز عندك. أول بلان ده من برضو البرامج المشهورة في مجال البيم، ومشروح على بيم أريبيا. هم عاملين حاجة خاصة بيهم اسمها بيم بلس، تقدر إن أنت تدير عمليات البيم من خلاله. عندي هنا برضو الموقع دوت كاتندا، ده برضو كوماند داتا انفايرمنت وبيشتغل على اوبن ستاندرد. دولكس برضو من ضمن الحاجات القوية في مجال البيم ومجال كوماند داتا انفايرمنت، وممكن تستخدم من مايكروسوفت الشير بوينت لتنظيم الملفات بتاعتك.